أي فرصة سعيدة سأل حاجة الاحتفال بسعيدة جريد إستام، فرصة زادة باش نقولوا أن إستام اليوم تحسنت المردودية في الفترة الأخرى، وحبينا نشكرهم لأن اليوم حسننا المردودية وإن شاء الله العمل يتواصل، لأن هدفنا هو تحسين ترتيب تونس في الانديس دو بيرفورمانس لوجيستيك. اليوم وصلنا المراتب الأخرى شوية، وهذا نعرف وإحنا علاش حصلنا، نعرف بالضبط التشخيص اللي قمنا به يوضح الحاجات اللي لازم نقوم بهم. اول حاجه بالنسبه لاستام دعوه للاستثمار اكثر، لان معداتها اليوم تستحق اكثر استثمار لتحسينها وتحسين مردوديتها. في نفس الوقت مساله الرقمنه، ثم منظومات تحطت ولكن الانتجراسيون تاعها ما صارتش بالكيفيه اللازمه، وان شاء الله اليوم تكون هدفنا في اقرب الاجل ممكنه ان احنا ننتجيوها للمنظومات هذه الرقميه وتستغلها جميع المتداخلين، لان استام ما تخدمش وحدها، تخدم عادي من المتداخلين، المتداخلين هذوما يكونوا متكاملين معها في الخدمات اللوجستيه. زياره ميناء رادس اللي كانت في وفه السنه الفارطه كانت في هدف اللي هو رفع الحاويات العالقه على مستوى الديوان التونسي للتجاره. تعرفون في فترة أقل من أسبوعين تم رفع أكثر من 1000 حاوية، وأنا ذكرتهم في التدخل البكري، وهذا مردود يوري أنك نحبوا نخدموا ونحسنوا في المردودية نتاعنا نصنع. صحيح البنية التحتية عدد من المشاريع هي قاعدين يقوموا بهم لو ميم بي بالنسبة لميناء رادس وعدد من المواني تونس التونسية، لكن في نفس الوقت تم بعض الاستثمارات التي لازم نقوم بها خاصة في ميناء رادس اللي هي الرصيف 8 و9. هذا مشروع تم الإعلان عليه منذ مدة، لكن عدم توفير الاعتمادات خلى المشروع هذا يتأخر. الحمد لله توا عندنا فرصة نتاع دعم ودون جاينا من مستثمر امريكي، ويخلينا ان شاء الله نقوموا بهالانجاز هذا والاستثمار هذا، واللي هو باش يكون دافع باش يحسنوا مردوديه المواني نتاعنا. تعرفوا الوضعيه نتاع الكورونا اثر اكثر على الترونسبور دو باساجي، لكن بالنسبه تم تقهقر على مستوى بعض السيوله بالنسبه للشركات، منهم شركه سي تي ان اللي هي الاكسيونير برانسيبال نتاع ستام. واليوم كما قلت هي فرصه احنا مع الكورونا هذه باش نستثمروا اكثر وباش نقوموا بجميع الاجراءات، نتخذوا جميع الاجراءات لاعاده الهيكله واعاده تنظيم القطاعات هذه، قطاعات حساسه وقطاع هام. خلينا ان شاء الله بعد ما تفوت الكورونا نقدروا احنا في وضعيه امخيه.